بادرة ببعد إنساني صادرة عن السيد المدير العام للأمن الوطني، تختزل كل قيم المواطنة التي جعلتها المديرية العام للأمن الوطني شعارا لها فعلا وممارسة، وذلك من خلال التفاعل مع نبض الشارع ونبض المجتمع والانفتاح على المحيط المجتمعي بمختلف تعبيراته. هذه الفتاة التي غدت طموحا في التزي بزي الشرطة، ها هي اليوم تحقق حلمها الطفولي في انتظار أن يكبر هذا الحلم ويصبح في يوم من الأيام حقيقة من خلال انتمائها إلى مؤسسة الأمن الوطني. هذه المبادرة كما قلت هي انعكاس صريح ودال وجدي على التوجه الذي سارت عليه المديرية العامة للأمن الوطني وفلسفتها في التفاعل مع المواطن وجعله في صلب اهتمامها اليومي، وهي كذلك تعكس القيم النبيلة التي يحملها السيد المدير العام للأمن الوطني بشكل شخصي وتحملها المؤسسة مؤسسة الأمن الوطني امتدادا للحدب المولوي السامي الذي ما فتئ صاحب جلالة نصره الله يوليه للمواطنين المغاربة بمختلف انتماءاتهم ومختلف شرائحهم الاجتماعية. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.